نص كيلو حرام. هو انت في ايه؟ مالك 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 بتبص على اكل ليه؟ انت قاعده جنبي زي الفار عمال انا ساعات بمر بهرمونات بتمر لاي بنت بتاكل فيها كتير جدا، فما لاقيش بقى واحد واقف قدامي 24 ساعه. ايه ده؟ بتعمل كده ليه؟ كل حاجه في ايه؟ مالك في ايه؟ مستغرب قوي يعني. هنجيب لهم فايده الام صحيح. امال ايه الام؟ انا جبت طقم كوبايات. طقم كوبايات؟ لسه ما جبتوش بس ايه؟ الحمد لله ما جبتوش. جايب لك طقم كوبايات؟ يعني احنا جايين حوشنا وحطينا فلوسنا مع بعض عشان نجيب طقم كوبايات. طقم اغلى شويه يعني، طقم محترم شويه، طقم كاسات مثلا. اصل انت عشان نجيب لماما ونجيب لمامتك ولازم نجيب لبابا ونجيب لباباكي. هو طبعا. بابا سهل امره بسيط. ففتت سجاير بن حلو نضيف كده. بابا سهل جدا جدا. اربع كاوتشات. خير وبركه. ماما بقى. طبعا لو كلمتها هتقول لها محتاجه ايه؟ والله ما محتاجه حاجه، والله لا ربنا يخليكوا ليا. انا هقعد معاك يومين وكل حاجه، بس قولي لي عايزه ايه؟ مش عايزه توصلي اي رساله اخرى للشعب؟ بطريق قاعد جنبي. لا تعمل. لا تعمل. لا مش عارف. انا كده مش هبقى من السنه.